الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله حلقدني وحلقدي لبات عوان كيدنا والهداية والفلاح للمتقين هنون يلي بان بوحي أسقناتي كوى متقين تأه إلهي كسريكت إلهي كحشوض جل جلاله حلقدني وحي لبكتهي تحانهني إنو سعودي عوان كي سؤها هدى للمتقين لبا آيادود آيي نديرد ساري دونا وانا آيادا كوباد والله سبحانه وتعالى كيري ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آيادا لبادنا وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هنون بيكب اللابتي هنون ويكب ماتي ليبانت إيا فلاحنا إني ماشا السجود تكتيبات كجرانيسا بل أين سوق بأن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن كان إساقا شك كمتشر إنو من عند الله يهي سيدا دراد ديد قفك عاقل كأينو شك قليا ماها قرآن كان وحاكو انتفاعة أو أنفعاء كو متقين تأه كردق مع علمك النافع أي عملك صالحة وكو الرب قد كبق أي سبحانه عز وجل كتاب كان أحكامتي سنة راعة ذلك الكتاب العظيم وكتاب على حقيقة الكتاب ومحايا لي وكتاب كلان صدي وحيسان كلان سنين كتبتي هرئي كوي دنب مدنة مركا لليه كتاب كاني لا شك فيه لا ريب فيه عكسي كان وسقنتهي او وحاوي وكتاب يقين كلان صدي هدايتنا يقين ما اوغي وحك لكم ما دو سيدا دراد بو الهي وحو يري هدى للمتقين كتاب كان اساغ اولا ليال هنوي وحو كتسيا او كوغو هغيا لجميع مصالح الدارين لبدا دارود با ادوني اخربا وحي مصالح دا دا ايو كتاب كاني كوغو هنونينيا او عبادة مسائش دا اصوشا إيو كوة فرعة أيو كتاب كاني كوغو هنونينيا حقي بو كو عدينيا أو باطل كيبو حقك عدينيا كتاب كان سيدا أعد ددك أيانك دران الأشقياء لو يقانو لم يرفعوا به رأسا لشقاوتهم مدح بكرؤ مينان قادن من أيسان أقبل هنونك إساقا سيدا درادد بو حجكو يهي محايالي وحول بو عديي إيجا أيونا بري حجكو نقن دونا أيها الأحبة هدايدو سيدا هوري أصور شاكني والابنو هداية البيان إيه وهداية التوفيق دادك متقين تأه آياد هورا أي شاكتي وكو اللبدا هداية بإسكو درسدي غير المتقين هداية التوفيق باكد من كتابك وعد يهي نبي محمدنا إساق وعد وفاهفاهسن بوكتغي وليله كنهاره يهي لكن وحا كمقا توفيق دي با كمقا بيانك أوكلية وحا ويا إناف ماها بيانك وحو أباهن يهي إنو عمل هلو توفيق إنو هلو مركز هداية دو هداية دم يستران نقون إساء أحبتي في الله متقين تا كتاب كاسي وو تلمامي تلمامون كو تلمامي آيادها سو سعودة اي لبدا آيادو دي حلقة دي انو اي كساب سنتا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين اي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون دحضو دا وحوكو شيغي أمور شنأ وانا تلمامها إليهن دادك متقين تا عقيدة دو دا ايو كتاب كو تلمامي أعماش وضباطن كأي كوة مغضى أيو شيغي الله حجر سبحانه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
waa kuwa rumeeyey qaybka, qayb maxaa la yidhaahdaa? Qayb waa waxa aan lagu ogaanin xawaasta iyo dareemayaasha muuqda iyo caqliga keligii ee u baahan inuu Alla subxaanahu wa tacaala u waxyoodo rusushiisa, sida al-iimaanu bilmalaa'ika, malaa'igta in la rumeeyo. Ma malaa'ig baynu aragnay innaga? Ambiyada noo sheegtay. Ilaahay baana u waxyooday jalla jalaaluhu jannada ka mida, naarta ka mida, iyo waxyaabaha kale. Rabbi uu warramay jalla jalaaluhu rasuulkiisana uu noo sheegay. Axibbatii fillaah, iimaanku macnihiisu waxa weeye inuu qofku qiro Alla jalla jalaaluhu jiritaankiisa, boqortinimadiisa, khaaliqnimadiisa, rabbinimadiisa, ilaahnimadiisa, tilmaamihiisa inuu qiro weeye, malaa'igtana sidoo kale, kutubtana inuu qiro, rususha iyo ergada ilaahayna inuu qiro, maalinta qiyaamana ee alyowmul aakhir loo yaqaanana inuu qiro, qadarkana inuu qiro sidoo kale, khayrihi wa sharrihi. Qofku inuu iqraarka la yimaado iyo qirashadaas weeye, qowl ahaan inuu ula yimaado, ficil ahaan inuu ula yimaado, oo weliba ficil qalbiga iyo carabka iyo xubnahaba ka asaxay. Axibbatii fillaah, dadka mutaqiinta ah markay qeybka rumeeyeen, intaa kuma aysan ekaanin ee acmaashii daahirka ahayd bay u gudbeen. Salaadda ayay wakhtigoodii ku guteen, weliba si sax ah oo shareecada Rabbi waafaqsan oo axkaamteedii la ilaaliyey, siduu Nebi Muxammed sheegay sallallahu calayhi wasallam, salluu kamaa ra'aytumuunii usallii, ayay u tukadaan. Intaasoo keliya kuma aysan ekaanin, xoolaha Ilaahay siiyeyna waxay ka bixiyaan sadaqada waajibka ah iyo midda sunnada ah ayay ka bixiyaan. Intaa oo keliya kumaysan ekaanin, Ilaahay wuxuu yidhi, walladiina yu'minuuna bimaa unzila ilayk wamaa unzila min qablika wabilaakhirati hum yuuqinuun, waa kuwa rumeeyey mutaqiintu kitaabkan adiga lagugu soo dejiyey Nebi Muxammedow sallallahu calayhi wasallam, iyo xigmadda iyo sunnada la socota ee iyadana Ilaahay uu kugu ilhaamiyey, iyo sidoo kale kuwa rumeeya weeye wixii kutubtii lagu soo dejiyey rusushii adiga kaa horreysay, sida Tawraat iyo Injiil iyo Zabuur iyo suxuufi Ibraahima wa Muusa iyo waghayrihim. Sidoo kale mutaqiintu daarulxayaa bay rumaysan yihiin, bacda almowt iyo xisaabta lala kulmi doonaya is-abaalmarinta. Qalbiga ayay ka yaqiinsan yihiin, qalbiga ayay ka rumeeyeen, carabka ayay ka caddeeyeen, xubnahooda ayaa u hoggaansamay yowmulqiyaama, yowmulaakhira, yowmutagaabun, yowmulaazifa, maalintaasi maalinta iyada ayay mutaqiintu rumeeyeen. Maxaa yeelay oo yowmul aakhira oo iyada si gooni ah loogu magac dhabay? Maxaa yeelay iyada marka aad rumaysan tahay ayaad ku dhiiranaysaa ficlul khayraad, muxaramaadkana aad ka fogaanaysaa, naftana aad la xisaabtamaysaa. Intaa markii laga helay mutaqiinta ayuu Rabbi u qiray, ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflixuun, kuwaasi hanuun dushii bay ku sugan yihiin. Calaabuu Ilaahay isticmaalay, maxaa yeelay hanuun korkii bay ku sugan yihiin. Axibbatii fillaah, falaaxa iyo liibaanta waxaa laga wadaa qofka waxa uu doonayay inuu ku liibaano, waxa uu ka baqayayna inuu ka badbaado. Taasaa waxaa la yidhaahdaa liibaan. Liibaanta ayay mutaqiintu heleen. Ulaa'ika kuwa iyaga ee mutaqiinta ah ku tilmaaman tilmaamaha qiimaha badan, calaa hudan min rabbihim, hanuun iyo nuur rabbigood xaggii ka ahaaday ayay ku sugan yihiin. Maxaa yeelay hanuunkaasi waa hanuun kulansaday xagga, hanuun xagga caqiidada ah, oo caqiidadoodu waa saxiix, acmaashooduna waa acmaal toosan oo ay ka dheehdeen waxyiga. Hanuunka xaqiiqada ayay ku tilmaaman yihiin, wixii intaa ka soo harayna baadi bay ku sugan yihiin. Ayuhal axibatu fillaah, Ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuun baan weydiisanaynaa. Shahrulhidaaya iyo shahrulqurubaad baynu ku jirnaa. Inta aynu kaga kulmi doonno xalqadan mid la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa bixifdillaahi wa ricaayatih. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.